مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. هذا البرنامج اللي من خلاله راح نتناول ونقرأ معكم أبرز وأهم أخبار صحفنا وجرائدنا المحلية. اليوم العناوين متعددة متنوعة، وإن كان أعني الأبرز على يعني اللقاء الحكومي البرلماني حول أولويات الحكومة. هذا الموضوع اليوم يمكن موجود ومواضيع كثيرة أمانة، أحاول قدر الإمكان أني أختصر الوقت لأن الوقت تقريبا خلال يعني الأيام الحالية شوي راح يكون مضغوط، وبالتالي نحاول أن نرجئ الكلام والحديث حول الأخبار عندما نتناول صحفنا المحلية. يعني مثل ما ذكرنا عناوين متنوعة راح نشوفها بعد قليل ونعلق عليها بإذن الله تعالى، وراح نتوقف عند أبرز تلك العناوين. راح شاركنا كالعادة الأخ محمد العجمي، حياك الله أخ محمد. حياك الله محمد، وكذلك نرحب بالمشاهدين الكرام. فعلا بدأ الوقت يعني في الأيام اللي فاتت بدأ يعني يزاحمنا، فنحاول أن نختصر في المقدمة وكذلك بعض العناوين، لذلك سننطلق لقراءة الشاهد وعناوينها الرئيسية. مشاهدينا الكرام، نذهب بجولتنا في صحفنا المحلية ليوم الأربعاء ونشوف أبرز العناوين ونبدأ بجريدة الشاهد. عطنا شاهد المخرج. عنوان الشاهد اليوم: أمير قطر مرحبا بالأشقاء في قمتهم بالدوحة، يظل مجلس التعاون بيتنا الإقليمي الأول ونأمل بأن نخرج بقرارات تدعم أمن واستقرار المنطقة. اقتصادنا متين وقوي ولن يتأثر بانخفاض أسعار النفط، والعقلانية بالصرف مسألة اقتصادية وحضارية. عنوان آخر: المبارك كل الدعم للعسكريين بمختلف مراتبهم، دعا إلى تعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية. الغانم: الكويتيون يقطفون ثمار حكم الشورى مع آل صباح بمناسبة الذكرى 52 لإنشاء الدستور. وزير الاقتصاد الإماراتي: لن نفرض ضرائب ولا تأثير لانخفاض النفط على اقتصادنا. الدولة تطمح لتخفيض الاعتماد على البترول بنسبة 5%. دشتي للمدعج: خل معازيبك يتنازلون عن نص ثرواتهم بدلا من المواطن البسيط الذي لا يملك شيئا. الخدمة المدنية يدرس سحب صلاحيات لإحالة التقاعد من الوزراء. والعبد الله سعيد بأن السكين وسط العظم خلق جدلا فكريا، مثل عربي فهما خطأ وأعطي أكبر من حجمه. البورصة: 19 مليون دينار خسارة 8 شركات، ومطالبة الاستثمار بيع حصة الكويتية في أرض المعارض تثير علامات استفهام، ومؤسسات كويتية تتنافس على 600 ألف عميل في سيتي بنك مصر. أرباح أريد تراجع 48% وزين 12%، وتكاليف تشغيل فيفا 21 مليونا. تركيا تقرع إجراس الحرب ومصر ترد جاهزون للمواجهة، إعلان القاهرة ثار غضب أنقرة. خفافيش العراق غزت مزارع العبدلي، ووزير الداخلية: منظومة أمنية خليجية موحدة. العمير: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني. والفضل: ما أسباب عدم إحالة جمعية الإصلاح إلى النيابة. أبو السكنية: ستسلم قريبا أرضا ل 25 ألف وحدة سكنية. 6 ملايين دولار تبرع كويتيا للأمم المتحدة، وإزالة 39 مخيما غير مرخص في الجهراء، وللمرة الثانية تأجيل مناقصة توربينات الصبية. هذه عناوين جريدة الشاهد. خلنا ناخذ الأنباء يعني لأن نبي نربط موضوع واحد يتعلق اليوم في التصريحات المتضاربة حول موضوع ترشيد الإنفاق والأولويات الحكومة. خلنا نشوف الأنباء. الأنباء اليوم عنوانها: العبد الله الترشيد لن يمس المواطنين، أعلن عن تقديم 180 مشروعا إلى لجنة الأولويات. والزلزلة: رفض قاطع لأي حديث عن تخفيض الرواتب. والتميمي: الاتفاقيات الأمنية ضمن أولويات الحكومة. التأمين الصحي على جانب شرط للحصول على تأشيرة الدخول، والإفراج عن المختطف الهاجري بعد دفع الفدية في لبنان. هذه عناوين جريدة الأنباء.
طبعا اليوم تم الإفراج عن المواطن الكويتي المختطف مسفر الهاجري في لبنان كما يقول الخبر، ودفعت الفدية قدرت بأكثر من 150,000 دولار. يعني أمانة شيء يندى له الجبين، يعني دولة مثل لبنان تكون بهذه الفوضى، يخطف مواطن كويتي ويقعد أشهر والخاطفين يطلبون فدية والسلطات الأمنية في لبنان عاجزة تماما عن يعني الإفراج أو تخليص المواطن من خاطفيه، إلى أن يعني دفعت أهل هذا المواطن دفعوا الفدية وفرج عنه بهذا الشكل بهذه الفوضى. يعني أمانة أنا ما كان ودي أتكلم عن بداية عن هذا الموضوع، لكن أعتقد أن خبر مزعج. أخي محمد، وين الدولة اللبنانية في هذا الجانب؟ وين السلطات الأمنية هناك؟ يعني لو كان هذا الأمر في دولة أخرى مثل الكويت لا يعني قامت الدنيا ولم تقعد. لو مواطن لبناني حصل معاه ما حصل، مواطن كويتي يخطف شهرين والسلطات لا تحرك ساكنا وبالنهاية تدفع فدية ويطلع، شو الفوضى؟ شوف، أول شيء نبارك لأخواننا يعني أهالي أو ذوي مسفر الهاجري لإخراج ابنهم على مدى يعني تقريبا 3 شهور من شهر أغسطس إلى شهر اليوم اللي احنا نتكلم عن نوفمبر. بالتالي أعتقد هناك غموض في هذه القصة، ملابساتها، متابعات وزارة الخارجية، وين راح نروح؟ أنا لحد الحين أول شيء قالوا في مواطن خطف، بعدين نفوا في مواطن خطف، بعدين طلعت لنا هالبوسترات اللي تقريبا وصل يعني الفدية إلى 170,000 دينار كويتي. وفعلا هناك فوضى، والدليل على ذلك أن هنالك شخص ما يعني من سكان الأرض، يعني ما نقول إنه لازم إن يكون دولة واصلة أو لها علاقات مع لبنان، لكن مهما كان يعني نحذر الأخوة المواطنين بعدم الذهاب إلى لبنان أو بعض يعني الدول التي يمكن تحمل أسرها مبالغ طائلة. فلذلك أعتقد فعلا هي مشكلة بأن حتى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية اللبنانية لم تحرك ساكن في هذه القضية. يعني التحرك في الفلبين عندما كان هناك أحد الأشخاص اللي تم اختطافه في الفلبين كان هناك تحرك على صعيد وزارة الخارجية، لكن هناك تكتم إعلامي، ما نعلم عن هذه القضية أي شيء. كنا نتمنى أن يكون هناك تصريح من سواء من وزارة الخارجية وكذلك وزارة الداخلية اللبنانية أن يكون في تواصل في هذه القضية. أي وزارة خارجية لبنانية أخي محمد، يعني ألا يسيء لدولة مثل لبنان أن مواطن مختطف تدفع فدية ويخرج بهذا وشهرين مخطوف؟ يعني وين السلطات الأمنية؟ مو قادرين يعني يخلصون يطلقون سراحه. طيب يعني أنا أعتقد هذه إهانة كبيرة للسلطات الأمنية في لبنان ولدولة لبنان، يعني يدلك أن هذا فوضى في البلد هناك. نعم، لا يوجد أمن. نعم لديهم. نعم، البلمية يعني اليوم اللي شفناه بالفيديو فعلا كان هناك حتى كان نوع انه هزيل، حتى يعني بين من الخطف يعني على مدى ثلاثة أشهر كان هناك نوع من التعذيب. الحديث عن ماذا؟ لبنان اعتقد هناك في تسيب، والدليل على ذلك ان هنالك طوائف ويعني لعبت دور الاحزاب، قضيه الاحزاب، واحنا اللي كنا نحذر منها قضيه الاحزاب تصل الى بهذه الدوله الى هذا المكان. كل واحد عامل دوله بروحه، دويلات داخل دوله ونظوم، ما حد يقدر. الجيش لا يتبع الا نظام معين، ومجلس النواب يتبع نظام معين، مجلس الوزراء، فهو اصبح التقسيم. هو يدلك الدوله الوحيده لحد الان اللي ما عندها رئيس هي لبنان. يعني كم صار لهم؟ 6 شهور اكثر. يعني الدوله الوحيده يمكن العالم مو مختار لهم رئيس بسبب الخلافات الحزبيه. عموما يعني نقول الحمد لله على السلامه على يعني يعني اطلاق سراح المواطن مسفر الهاجري، ونقول هلا قرت عينهم. لكن فعلا انا اعتقد وهذه رسالتي للسلطات اللبنانيه ولشقائنا اللبنانيين، ما حصل فعلا اساءه لدولتكم واساءه للسلطات الامنيه ان يخطف مواطن وشهرين لا هي السلطات الامنيه خرجتها، وانما اهله دفعوا فديه 150 الف دولار وطلعوه. يعني اي شخص على فكره اي شخص راح ينخطف في لبنان راح يدفع فديه. خلاص الحين راح خلاص راح العمليه صارت خلاص. هذا يدلك ان لبنان دخل في الفوضى. الدجاج التي تلد الى اول خلاص الان هذه البدايات. وفعلا احنا نحذر يعني الخارجي ما قصرت، يا جماعه لا تروحوا لبنان، يا جماعه تروحوا لبنان، يا جماعه الوضع خطر، لكن ربعنا الله يداهم ما يشفيهم. لكن عقب الموضوع هذا خلاص ففكوها سيره وحافظوا على نفسكم. نبي نرجع للعبد الله. طيب لا لا بجي عبد الله، بس باخذ القبس. القبس ما فيها شيء اليوم، قبس افتتاحيه. يا حكومه هل انت جاده؟ طيب شنو يبون القبس؟ نعم. شنو يبون؟ يقول لك يا الحكومه، هذا كلام القبس طبعا مو كلامي، انتم عودتوا المواطن على التكاليه، انتم بدرتوا اقتصادنا، انتم ضيعتوا ميزانيتنا. هذا باختصار اللي هي افتتاحيه القبس. طيب شو المطلوب؟ المطلوب وقفوا هذا الاسراف زين، والمطلوب هو اصلاح كما يقولون واشراك القطاع الخاص بين قوسين، القطاع الخاص اهم شيء الاصلاح. طيب شلون؟ حتى لو زاد اسعار النفط، هم عارفين راح ترتفع اسعار النفط، يعني هذا وضع طبيعي جدا، لكن من الان يا سمو الشيخ جابر مبارك ترى حتى الان هذه فرصه، نزل اسعار النفط، ارتفعت اسعار النفط نبيك يعني تعدل اقتصادنا.
هذا الكلام مشاهدي الكرام، انا برجع ل ما نراجع محمد عبد الله محمد، انا بس بذكر مشاهدي الكرام بالامس طلع وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصور ايش قال؟ قال لن نفرض على مواطنين الضرائب، ومواطنين المواطنين بعيوننا، وراح نعوض النقص في النفط من استثمارات الهائله. قال مواطنين شنو بعيوننا؟ هذا كلام منه وزير الاقتصاد محمد عبد الله طلع قال لك، قال لك العظم سكن وصل العظم. نعم. والمدعج قال لك شنو يبي المدعج؟ يقول المدعج وزير التجاره طبعا يقول لك تبرع. تبرع كم؟ بنص الراتب. نص راتبنا بين التبرع. يعني شوف الفرق مشاهدينا الكرام بين وزير الاقتصاد الاماراتي زين، وشوف الفرق بين وزرائنا. انا فعلا من خلال هذا البرنامج ارفع قال لي تحيه لوزير الاقتصاد الاماراتي اللي فعلا يعني صرح تصريح طالع من قلبه حق مواطنين، قال مواطنينا بعيوننا، مواطنينا بعيوننا. هذا الكلام يثلج الصدر حينما يخرج مسؤول خليجي ويتكلم كذا عن مواطنينا، ومو محتاج. لكن يطلع عندي ربعنا للاسف يعني خذونا بالصيحه، يطلع الشيخ محمد عبد الله يقول السكين وصل العظم، هو يعلم علم اليقين بانه والله السكين ما وصل العظم، اقسم بالله ما وصل العظم، وباذن الله لن يصل العظم، هو يعلم علم اليقين، والمدعج يعلم علم اليقين بان لدينا استثمارات ولدينا اموال ولله الحمد ولدينا اقتصاد قوي جدا ومتين. لكن شو اللي حصل مشاهدي الكرام؟ القبس اللي حصل اليوم. هذه هي الخطه الموجوده منذ سنوات طويله، اللوبي التجاري المتنفذ الذي يريد الاستحواذ على الاقتصاد وعلى المناقصات، يريد الدوله كلها له، ولا يريد اي شيء للمواطن البسيط، يريد الفرض الضرائب على المواطن البسيط، لكن على الشركات الكبار لا، ما تفرض علينا. المناقصات لنا غيره لا، مو لنا. وهذا من زمان، من سنين طويله هم يعملون بهذا الامر من خلال مستشارين، وكلاء، وزراء، نواب من ثم كتاب اعلام وجرايد، لدرجه وصلوا للمرحله اخ محمد خلوا حتى الوزراء يستحي انه يقول لك والله احنا نبي نوصل لدوله رفاه، يخجل يقول لك والله لا احنا ما نبي دوله رفاه، ترى الدوله الوحيده الوزراء يصرحون بالكويت ما نبي دوله رفاه، بالكويت فقط، تروح الامارات، تروح اوروبا، الكل يسعى لتحقيق دوله الرفاه. تعليقك محمد يعني شيء امانه صادم. ابي الفرق بين تصريحات، وحتى امير قطر يعني نحييه شيخ تميم بن حمد اليوم تصريح طيب يقول اقتصادنا متين ولا يتاثر بخفض النفط. شوف الفرق بين امير قطر وبين وزير الاقتصاد الاماراتي، وفرق بين ربعنا المدعج وبين الشيخ محمد العبد الله. ابي الفرق اخ محمد بينهم. لا الفرق شاسع شتان مع اقتصادنا، يعني شو الفرق بينه وبين اقتصادهم؟ طيب شتان بين ذلك وذاك يعني. بالعكس هنالك المطمن، انا اعتقد حتى لو نقول مثلا جدلا ان الاقتصاد الاماراتي مقوع رايح، قول تعتقد مثل هذا التصاري تعطي معنويات، تعطي الشخص وهو مقبل يقول والله هذا حاط ايده على قلبه، بالعكس اريد ان يضحي. احنا مشكلتنا ما بدينا يعني اصبح التصريح هو عباره عن ارهاب، كيفيه ارهاب. انا برجع الى مقال القبس، يعني يقول في المقال او في الافتتاحيه او انا اسميها يعني مناشده، لانه بالاخير بدا يناشد، وناشد رئيس الوزراء وناشد النواب، نعم يناشد اللي بلا شغال مناشدات. لكن نقول بين العناوين ايضا زياده المساهمه في القطاع الخاص في الناتج ليستطيع هذا القطاع خلق فرص عمل للمواطنين المتكدسين الان في الوظائف الحكوميه. ايش نقول عن المسرحين؟ لا لا يبونك موظف عندهم. لا المسرحين من خلق هذه القضيه؟ انتم اصحاب الشركات التي طرد الكويتيين وسوينا صندوق لهم نسد ثغرتهم، والحكومه سوت لكم صندوق طردوا الكويتيين. فبذلك يعني شلون انتم نادي بتوظيف الكويتيين وانت اول واحد تطرد الكويتي؟ لا اخ محمد هو وتجلب العماله، هو ما ينادي بتوظيف الكويتيين، هو يقول لك اعطوني كل وزارات الدوله انا اشتريها منكم، مرافق الدوله كلها اشتريها منكم، وكل موظفين دوله تحتي موظفين عندي انا بحكم. يعني عشان طردهم هو بالخير. لا اخ محمد هو المخطط اكبر من يطرده، هو بالنهايه اللي يملك يحكم، هذه نظريه اقتصاديه كل اهل الاقتصاد يعلمون، اللي يملك يحكم. وبالتالي انا لما اخذ مرافق الدوله واخذ جميع موظفين دولة تحت أمرتي، أنا خلاص أنا حكمت البلد بما فيها. ترى هذا المخطط الخطير جدا. وهذا قاعد أقول لك أخ محمد، ليش الفرق بيننا وبين إخواننا الخليجيين ما عندهم تصريحات هذه؟ لأن ما عندهم هناك، ما عندهم لوبي تجاري متنفذ بهذا الشكل. عندنا لا،
قاعدين يوصلوا رسالة خاطئة للوزراء من خلال كتاب، من خلال وسائل إعلام، من خلال مستشارين، من خلال وزراء، من خلال قيادات في الدولة يعملون هذا اللي يبي. لا 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 تقطون فلوسنا حق المواطن، لا تنفقون، هذا تبذير، هذا كذا، هذا كذا. بالنهاية يطلع لي وزير يقول لي هذا الكلام، هل هذا تصريح؟ يعني هل هذا كلام منطقي؟ الوقت بدأ يدرك. لا لا أنا بس هذا أهم، أنا أهم شيء بس السؤال، أنا يعني البرنامج كله أنا بصوب والموضوع هذا بصوب، يعني لو نقعد البرنامج كله على هذا الموضوع أعتقد أنه أهم شيء. إحنا ما نبي نطبل بعد حق كذلك، بعد الصحف بعد العناوين هناك مهمة. القضية إحنا ما راح أوقف عند محمد عبد الله أو هذه القضية، بالعكس اليوم في مقارنة يعني بين شتان، بين ذلك وذاك. ما قيل اليوم في محمد عبد الله بأنه يقول في يقول وين كلامه؟ سعيد بأن السكين وسط العظم خلق جدلا فكريا. أي جدل فكري؟ لا والله غيرت قلوبنا معود. لا يا والله جد صابتنا مركب على تصريحك هذا الشيخ عبد الله. أي جدل فكريا يعني؟ خرعت المواطنين، خرعت الكويتيين صراحة بهذا التصريح. السكين وسط العظم يعني كأن اقتصادنا بينهار. ايش دعوة يوبع سماشر؟ ايش دعوة؟ مو للدرجة هذه يعني. الواحد حتى يعني التصريحات المطلع. شوف وزير الاقتصاد الإمارات شلون يصرح، يقول المواطنين بعيوننا ما راح نتأثر وراح نعوض. وأعتقد أخي محمد يعني الصندوق السيادي بالنسبة للإمارات، الصندوق السيادي بالنسبة للكويت ترى مقاربة، يعني مبالغ مقاربة البحر. إحنا مخفية أعظم مصادر الدخل الكويت، ترى هناك مصادر سرية ومصادر يعني ما تكشف. بالأخير أعتقد وزير الدولة شو مجلس الوزراء يعني خالفه الصواب في أنه يتحدث بهذه اللغة أو بهذا المثال، يقول والله مثل عربي وضخم. لا ما ضخم، ناخذ محمل الجد. أنت وزير الدولة شو مجلس الوزراء عندما تتحدث عن هذا الكلام ترى شيء لا نراه نحن. بالتالي ما قيل فعلا لم يوفق فيه الشيخ محمد العبد الله فيما قاله حول ان السكين وصلت. عموما احنا ركزنا على الشيخ محمد العبد الله لسبب واحد، يعني انا ما لي علاقه في الوزير المدعج عبد المحسن المدعج، لان له توجه وله تيار معين، وبالتالي لكن انا الوم الشيخ محمد العبد الله في هذه التوجه، والوم اي وزير يقول هذا الكلام. يا جماعه لا تقعون ضمن مخططات الاخرين، ضمن مخططات اللوبي التجاري اللي صار له اكثر من 50 سنة، وهو للاسف الشديد يريد الاستحواذ على الدوله، على مقدرات الدوله، وعلى ميزانيه الدوله، وعلى مناقصات الدولة، ولا يريد حتى المواطن يعطى. يا رجل يعني معروف التاجر اللي كان لما بالسبعينات عطى المواطنين 20 دينار، قال ايش حقه تعطون 20 دينار، عطون 10 دنانير. واللي كان محتاج حتى على الاسهم، اسهم وربة ليش تعطون وربة؟ شاه بندر تجار يقول ليش يعني هالدرجة ما يبون اي شيء للمواطن. فبالتالي افترض الوزراء وخاصة الوزراء الشيوخ يعني يكون عندكم حكمة، هذول لهم نظرة ولهم أهداف ولهم تخطيط ولهم كذا، لا تنساخ ولا تكون ضمن الخطط الأخير. لا الحمد لله اقتصاد قوي، غير النفط عندنا استثمارات، وعندنا 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 عندنا خير من الله كثير ولله الحمد. بالتالي لا نروح بالعجل اللي مطيرينها الحين وسائل الإعلام اللوبي هذا اللي يحاولون يخوفون الدولة عشان يضغطوا على المواطن. طيب تبغون تفرضون ضرائب؟ احنا موافقين، ابدوا بالتجار. والله مجلس الأمة الكويتي موافق والشعب الكويتي على بكرة تبي يوافق، لكن ما يبون، يبون لا يبدأ بالمواطن. هم يبون المواطن، حتى موضوع مجلس الوزراء وموضوع التقشي وترشيد الانفاق أنا متأكد راح يبدون في المواطنين والموظفين العاديين، وتشوفون الأيام القادمة راح تبرهن هذا الأمر. راح الوزراء يبدون في الموظفين العاديين البسطاء، قيادات ما راح يحوش شيء، وتذكروا هذا الأيام بيننا وراح تشوفون. وبالتالي للأسف الأمور تصير على الصغير والكبير ما عليه شيء. خلنا ننتقل إلى جلسة الجريدة ونشوف عناوينها. الاتفاقية الأمنية أولوية حكومية، الشؤون الأمنية الخليجية تعرض مجددا على اجتماع وزراء داخلية التعاون في الكويت. عبد الله تصريحاتي تخلق جدلا فكريا، والمبارك ضرورة تعزيز الجاهزية القتالية، تأجيل جلسة المحاسبة أسبوعين. العمير تراجع أسعار النفط لن يؤثر على الاقتصاد الوطني أو المشاريع الكبرى. ساندرد أند بورز الانخفاض يبطئ اقتصاد الخليج ومشاريع البنية التحتية، ومؤسسة البترول عقود طويلة المدى مع سيتكو التابع لشل. الشيخ تميم نرحب بقادة الخليج في قمة الدوحة، عين شقيقه نائبا له والأمير السابق أطل في افتتاح الشورى. الحوثيون يعطلون الملاحة في مطار صنعاء ساعات، تقدمه يقرع جرس الإنذار لحرس الحدود السعودي في جازان، وهجوم على دورية في القطيف، والنيابة تحقق مع البراك والحربش والعنجري. هذه جلسة الجريدة. الجريدة مستغربين اتفاقية الأمنية أولوية حكومية، حاطين علامة تعجب يعني. شوف وين جريدة الجريدة؟ هو قضية الاتفاقية الأمنية راح تقر
في دور النقاد، وكان أعتقد ما يدور في من الأولويات الموجودة اليوم في الحكومة بأنه تم تأجيل دور النقاد اللي فات. لا، اليوم قضية أنهم وضعوا علامة تعجب في قضية أعتقد أنها منتهين منها. الاتفاق الأمني أعتقد أصبح وقتها، وفعلا هو وقت ملح جدا لأن تكون موجودة. وهو أعتقد من 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 الأشياء الموجودة حاليا أن هنالك اتفاقيات غير الاتفاق اللي نراه، عربية، وما يوجد في يوم الوسط يغلي، وهناك جوانب لابد أن يكون في تبادل معلومات. لذلك جريدة الجريدة تضع علامات وتضع بعض القضايا، يعني كأن الاتفاق الأمني هي ما تحجم الديمقراطية. هذا كلام غير صحيح، يعني بدأوا يتطلعون عليه، وفعل الكلام هذا غير صحيح. يعني عموما للمعلومة يعني للمشاهدين الكرام اللي قد يكون عنده تحفظ موضوع الاتفاقية الأمنية أو غير الاتفاقية الأمنية، للعلم يمكن المصادقة على الاتفاقية الأمنية والتحفظ على بعض البنود. يعني دول كثيرة من ضمنها الكويت في الأمم المتحدة، هناك كثير من الاتفاقيات يعني تتناقض مع مثلا الدين الإسلامي وتتعارض مع العادات والتقاليد. الكويت، السعودية، الإمارات، قطر تدخل ضمن هالاتفاقيات، ولكن البند الفلاني ثالث رابع مثلا أنا تحفظ عليه فما ينطبق عليك. كذلك الاتفاقية الأمنية ممكن أنا وافق عليها والبنود اللي تخالف الدستور يتم التحفظ عليها وبالتالي لا تطبق علينا. يعني الأمر سهل، فلا ناخذ، لا تأخذونا بالعجة وبالصيحة ونركب الباص والله الاتفاقية الأمنية وضد الدستور. لا، ممكن في مواد ومجلس الأمة ممكن يعطل هذه المواد، وهذا الأمر عادي جدا. ننتقل للنهار، شوف عناوين النهار. عطى النهار: توجه حكومي لإلغاء السكن العمودي لعدم إقبال المواطنين عليه وسيعاد طرحه في القطاع الاستثماري والتجاري، وأبو التأمين 12,000 وحدة سكنية خلال 3 سنوات في الخيران وجنوب سعد العبدالله. المطلع السكنية أول مناطق الكويت في تقنية تبريد الضواحي، والعبدالله الترشيد لن يمس المواطنين، ما نقصده وقف الهدر في الميزانية العامة. السلطتان اتفقتا على مناقشة خطة سنوية الأسبوع المقبل. تناطح فكري، وأهل الكويت ما يصير منهم شين. الفراج عن الهاجر المخطوف في لبنان. الكهرباء استرداد 314,000 دينار صرفت للموظفين انقطعوا عن العمل. تميم بن حمد قمة الدوحة في موعدها، صاحب السمو وأمير القطر استعرض هاتفيا مسيرة العمل الخليجي. الجرالة لم أسمع عن قمة في الكويت والسعودية، هناك قمة في قطر وفي وقت محدد. هذه عناوين النهار. أمام الوطن عنوانها كذلك: الحكومة أولوياتنا 180 مشروعا، المجلس تسلم 37 مشروعا بقانون، منها الاتفاقية الأمنية الخليجية. عبد الله التميمي: أحيطت بالسرية لاحتمالية تغيير بعضها. عبد الصمد: وجود 180 أولوية لدى الحكومة يعني عدم وجود أولويات، ونقبل النقد إن كان موضوعيا لا يتعلق بالأشخاص. الزلزلة: سنرفض أي طلب يتعلق بتخفيض رواتب المواطنين. وحماد: جاهز لأي حل مجلس، والأمر بيد سمو الأمير والعمر بأوادر مصالحة وطنية، وأتمنى انتخابات مبكرة. علي المتروك: الصحابة مقدسون عند الشيعة وتعظيمهم من العقيدة، ردا على تصريح رفسنجاني شتم الصحابة وصلنا لظهور التنظيمات الإرهابية. ياسر أبو التوجه لإلغاء سكن العمودي. يعني ياسر أبو اليوم يصرح والمؤسسة تصرح، وما كان يحتاجنا لا المؤسسة تصرح ولا شيء. هذا الأمر ذكرناه من هذا البرنامج سنوات نتكلم يا جماعة لا تطول الشقق، وقلنا لكم راح بضاعتكم راح تعود إليكم ولن يستفيد منها أحد، وقلنا هذه خسارة يا جماعة لا تروحون موضوع الشقق، وإذا أردتوا الشقق أعطوه لعيالكم وإخوانكم، إحنا موافقين القيادة. لكن أصروا، وللأسف يبدو هناك عقد ومناقصة، ومشوا هذا الأمر ومشى. واليوم من تقريبا 200 شقة ما تقدم 3 مواطنين وتورطوا فيها وطاحت بجودهم. طيب أنتم دارين وعارفين، لكن ليش عملتوا هذا الأمر؟ عندكم الصواب، عندكم مال المطلقات في صباح سالم وغيره وغيره، كان فاشل الخطة هذه وما تصلح، لكن أصريتوا في هذا الجانب، واليوم تعضون يعني أصابع الندم بهذا الأمر. طيب عطنا كاركتير الشاهد يا مخرجنا، والله أنتم خلينا نكمل برنامجنا. تعليقك محمد على والله احنا من المله ماخذ نص برنامجنا وقته وعقتنا بالنص واخذ جعفر بعد ماخذ نص البرنامج الثاني. يلا ترشيد الانفاق اعتقد اني حاط له ما خلص والله شنو. طيب في كاركتير برنامج اثنين متنازعين ان شاء الله قبل وبعد لا تنقم بعد. يلا
تخفيض الانفاق. اي والله تخفيض عافيه بايب هذا كل بايب ياخذ البايب الثاني بالاخير ما الا قطرات. راح يكون على هذا نفس برنامجنا الملا ياخذ 10 دقائق بدايه والربع ساعه الاخيره بعد البرنامج. وسع صدقكم يلا يسالوا ربعنا نبي نطوف لهم المره اليومين اللي لكن عاد ان شاء الله الايام الجايه ضيوفنا. نعم عموما اخ محمد يعني على عجاله خلصنا برنامجنا ان شاء الله نلتقي قدر باذن الله تعالى ان شاء الله. وكذلك يعني بنروح نشوف بعد الخليج وش راح يصير كاس الخليج ورا نتابع بون مره بعد الوقت كله نقعد معاهم مع جمهورهم. عموما مشاهدينا الكرام وصلنا لختام الحلقه امن القاكم ان شاء الله غدا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.